السلام عليكم ورحمة الله إخوان، بغيت نشارك معكم هاد الطوير هذا، لأن بزاف ديال الإخوان كيعانيو من هاد المسألة هادي. والطوير خرج ليا فيه الكوسة، المهم أنا ساهمتو يعني في وقت مبكر ودرت ليه خاتم في الريزة الأخرى. غنوريكم السبب علاش درتها، يعني غنصايب ليه واحد المينوت نكتفوه بهاد الطريقة هادي. كناخدو اللاصق الطبي يعني ديال الفاصمة، كل مقطعات في الرقيق وكل ويولي على الخاتم ديالو، يعني باش ما كتزيرش ليه على رجلو. وبهذه الطريقه هذه باش يكونوا مكتفينو وحتى رجلو ما مزيراش، لان الخاتم كما كتعرفوا راه كيبقى يدور على الرجل ديالو كما كتشاهدوا هنايا. وبالنسبه لهذه الصوره هذه راه من بعد يعني اسبوع تقريبا او اكثر، الحمد لله ولا توقف على رجلاتو مزيان، رجلو تجمعوا ومازال غادي نخليه ان شاء الله هكذا حتى يتفطم. تفطم ان شاء الله عاد غنحيد هادي، يكون العظام ديالو قصح ومزيان. والله يسخر الجميع، تبارك الله عليكم.